اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا متميز لان ضيفت النهارده كمان ضيفه متميزه. احنا معانا من بدايه الشهر الكريم ضيوف ونجوم شاشه القناه الاولى اللي بتشوفهم دايما بيقدموا لنا النشره الاخباريه. معانا النهارده من الماتيريال بتاعنا سمك، معانا رنجه، وفرصة طبعا عظيمة ان احنا بنهني اخواننا المسيحيين طبعا بيوم حد الزعف النهارده. كل عام وهم بخير ان شاء الله. بنعمل النهارده برضو اكلات مميزة، هنعمل السمك ده بطريقة مبتكرة، وهنعمل الرنجة سلطة، ومعانا رز صيادية، ومعانا الماتيريال بتاعنا. هي الضيفة طبعا الجميلة النهارده اللي هتشرفنا في الاستوديو هي اللي هتحط المنيو. ولكن قبل ما نفكر طبعا موضوع المنيو، عايز برضو ننصح كل إخواننا متابعينا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، إحنا خلاص برضو داخلين على الحاجات الجميلة والتقاليد بتاعتنا في كحك العيد وبسكويت العيد. نصيحتي ما نكترش كميات، نعمل كميات قليلة وبلاش نشتريه. يعني مش ضد إن إحنا يعني نقف مع المحلات اللي بتعمل كحك العيد، لا، اعملي كحك العيد في البيت حتى لو 2 كيلو دقيق، بس له طعم تاني وله طبعا مذاق تاني خالص انك تجيب السمنه وتبداي تعملي البسكويت، تعمله غريبه، مش لازم تعملي 3 أصناف و4 اصناف، لو نوع واحد كفايه، بس ده طبعا علامه كبيره وبرواز حلو لاسرتك وعائلتك بقدوم العيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. مش عايز اطول حضراتكم لان النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ متميز لضيفتنا النهارده بنت بورسعيد، محافظه بورسعيد، الابطال اللي بنوجه لهم تحيه كبيره هنا من مزبيرو. طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا ضيفتي مين، مش هنستعجل، هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالتاكيد حضراتكم عايزين تعرفوا ضيفت النهارده هي طبعا نجمه متميزه على شاشه القناه الاولى في تقديم نشره الاخبار، وكمان دكتوره في الاعلام ودكتوره في اكثر من جامعه، وبينها وبين الطلبه صداقه. دي الشطاره في ان هي تخلق جو وتشيل الحاجز اللي بينها وبين الطلبه، عشان كده مش بيعرفوها اذا كانت طالبه ولا دكتوره في الجامعه، طبعا من اسلوبها الراقي مع تلامذتها والطلبه بتوعها. معايا الدكتوره الاعلاميه طبعا الدكتوره دينا فكري، استاذه في الجامعه، هتشرفنا النهارده في الاستوديو بتاعنا. دكتوره دينا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منورانا ومبسوطه جدا ان انا معاك النهارده. شكرا. دكتوره وفي المطبخ وفي الاعلام، دي حاجه حلوه النهارده. ان شاء الله نعمل حلقه حلوه باذن الله. باذن الله تعالى. مبسوطه جدا ان انا معاك، ومبسوطه ان احنا موجودين معاك بشكل جديد، بشكل بعيد عن الاخبار، الناس تشوفنا على طبيعتنا شويه، تعرف الجانب الاخر من حياه المذيع الاخبار. القناه الاولى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تحب المطبخ؟ اه طبعا. طيب في مهمه صعبه النهارده شايفه. طبعا يعني انا ما قلتش المنيو، حضرتك ما تعرفوش ايه هو، بس انا قلت للساده المشاهدين، فاحنا معانا رنجه ومعانا تشكيله من الخضار، خس وطماطم وخيار، وانت من عاشقه الرنجه انا عرفت جدا. نعملها ايه تتخيلي؟ الرنجه ممكن نعملها سلطه، يعني بحب سلطة. جدا اعمل سلطه رنجه، بس اما البورسعيديه بيعمل بالطحينه. بالطحينه نعملها لك بالطحينه. حاضر. بالطحينه جدا. ومعانا سمك بولتي، انا شخصيا بعشق البولتي. نتكلم بورسعيدي بقى، خير مزارعنا بقى والجو شبار الحلو. الشبار الحلو ده شبار. عايز اعمله النهارده بطريقه جديده، عايز اعمله صياديه. هو في الميزه في الشبار او البولتي حاجه حلوه جدا. حلو. اولا ان هو سعره مناسب بالنسبه لاسماك تانية كتير سعرها مزبوط. مرتفع كمان، هو مرن، يعني تحس ان هو ينفع ماشي كل حاجه، مشوي، صياديه، صياديه، مسلوق. احنا كمان عندنا بورسعيد بنعمل حاجه لطيفه قوي، حضرتك عارف احنا بنحب جدا نبقى مهتمين بالدايت وكده، فبنعمل شوربه السمك اللي هي بالحبهان والمستكه والبصل وكفته الجمبري بالرز. عندكم حكايه، انا بحب اكلها في بورسعيد، وراس الجمبري اللي هي زي الطعميه دي. تعرف تتعمل ازاي؟ دي طبعا تتعمل ازاي؟ انا بحط الثوم وبحط عليه البصل، يبقى معايا كبه، وطبعا بكلم بقى بورسعيدي بحط حباش. ايه هو الحباش؟ الحباش ده هو الحباش اللي هو الكزبره والبقدونس يعني. والشبت. هي حزمه دايما معروفه عند اي حد في بورسعيد، خصوصا لو احنا بنشتري من اي حد في البازار، يعني ما بقولوش بقى انا عايزه شبت وبقدونس لا بنقول حباش. الحباش هو عارف الترجمه بتاعته، البوكيه ده بالظبط، وبحطه عليه بالظبط. انا مسميه الثلاثي المرح. وده مهم جدا في الاكلات الاسماك. حلو. مهم جدا كمان الشبت. الشبت سواء كان شبت بالشكل ده او سواء كان الشمر بتاعه اللي هي البذره بتاعته. ايوه نعم. دي انا بحبها جدا.
هو يحب السمك والسمك يحبه. اه طبعا الجمبري ده عاشقة الجمبري حلو. فبناخد الجمبري وبطحنه مع الرز مع المجموعه دي. لا هي مش برز، القرص الجمبري بيتعمل بالبيض والدقيق. دي نوع عارفه كفته الجمبري بالبيض. مظبوط. دي بتبقى حلوه قوي، حاجه زي العجه كده بالظبط كده. مظبوط. طب معانا بصله مقرمشه ومتحمره زي الفل، وعايزين نعمل شويه رز صياديه كده، لان عدل اي اكله سمك رز صياديه او رز ابيض. طيب احنا نقول المنيو. بورسعيديه بيعملوا رز صياديه ازاي؟ الرز الصياديه انا عندي تركايه دايما لازم اعملها بعد ما اتعلمتها. من مين التركايه دي بقى؟ ماما الله يرحمها، رحمه الله عليها، الله يرحمها ويحسن اليها. وعايزه اقول لك يا شيف، انا ما كنتش بدخل مطبخ معاها حلو، لكن هي يعني سابت لنا اجنده ميراث. يعني ميراث يعني هي كانت رحمة الله عليها، يعني رغم أن هي كانت مدير في جهة رسمية وحازمة جدا في إدارتها، لكن في البيت كانت ست بيت من الدرجة الأولى. فثبت لنا أجندة فيها كل حاجة وبالتفصيل وبالتنظيم وكل حاجة. فبصراحة متنظمة السلطات لوحديها كل حاجة. الحلويات حضرتك عارف كمان بورسعيد. عايزين نشوف الشطارة دي بقى في المطبخ إن شاء الله. النهاردة طبعا. طب اتفضل، هتحب تعمل إيه من الحاجات دي كلها؟ ممكن اساعدك في الشبار. في الشبار ممكن اعمل انا السلطه بتاعت الشبار. لا اللي سلطه الرنجه. طب خلاص انا هسيب لحضرتك سلطه الرنجه، تعمل لنا سلطه حلوه كده على ذوقك. وانا دايما بقول السلطه هي اللوحه الفنيه والبرواز الفني اللي ست البيت بتطلع حبها للمطبخ من خلالها يعني. طيب انا عايزه قبل بقى ما ندخل في المطبخ ودوشه المطبخ والتركيز، عشان عايزه اقول لك على كذا تركه انا بعملها في المطبخ. حلو. اسمح لي بما اني انا اول مره معاك وضيفه عند حضرتك في البرنامج، انا عامله حاجه كده سوفينير ليك وللبرنامج. ده مفاجاه، انا عاملاها فيديو طبعا. انا ايه لا ما احنا ما فيش حد هيعرف. فاتفضل يا عمر. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ نسبه رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. طيبه يا ست الكل. ايه الجمال ده؟ ودي ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ طوب عليها اكله امي، لان متأثرة على صدري جدا والله. متاثره جدا باسم البرنامج اكله امي. ربنا يرحمها يا رب. الله يخليك. يرحم موتانا جميعا. ودي بقى بمناسبه رمضان، وطبعا لحبي الشديد للبرنامج والاسم. شكرك. البرنامج. اشكرك على الهديه الجميله دي. ميرسي لحضرتك. ما تفيناش على كده يا شيرين، يعني انتوا بتفاجئوني على الهوا والله العظيم. ايه يا رحاب؟ والله يا رب بس تكون عجبتك. بس يا انا ما اعرف، بس عشان بس السنه المشاهدين. لا احنا كنا فعلا مخبيين. اشكرك. بس يا رب تكون عجبتك. على فكره زي ما اكلت امي كده لها برضو جواكي حاجه، هي جوايا حاجه كبيره جدا. عشان كده حبيت ان انا احطها لك على البرزنتيشن. شكرك. ويرحم كل امهاتنا واللي ربنا يديهم الصحه عايشين. يا رب. نستمتع بيهم وخليكم تحت ايدين ورجلين امهاتكم. يا نصيحة. رب امين. بجد والله لا مش هتتعوض ولا النفس هيتعوض اللي وجود الام صح. في حياته يعني. صح. اشكرك يا ست الكل. شكرا جزيلا. خليها معانا هنا، انا هخليها هنا موجوده معانا كده عشان تبان نشوف كل حاجه. اوكي. ايوه بعد اذنك كده. اتفضل. يا ريت انا هخليها كده بعد اذنك يا مخرجنا. حابب اخليها كده. حبيبي. طيب احنا بقى حضرتك هتساعديني دلوقتي في ان احنا نعمل. الله شكلها جميل جدا. الحمد لله ان هي عجبتك. لا لا جميلة. كلك ذوق. الف شكرا. ميرسي لحضرتك. هتعملي لنا سلطه الرنجه؟ هعمل سلطه الرنجه. وبرده انا عايزه اقول شويه حاجات احنا كبورسعيديه بنتعامل بيها مع السمك. حلو. يعني ويمكن حضرتك هتفهمني قوي يعني. صدق. انا قبل ما اتعامل مع اي فراخ او طيور او كده لازم اعمل لها محلول نقع. حلو. اللي هو مثلا ممكن الزفارة يبقى حلو. وده مهم جدا يا شيف في الزفاره، وكمان لو في انسجه حمراء او في حاجه ده بيقضي عليها، اللي هو الملح والسكر واللورا. قولوا لنا كده عشان الساده المشاهدين يكتبوها ورا حضرتك. المحلول الحمضي او الملحي، سميه محلول حمضي ولا محلول النقع؟ ده محلول النقع للسمك بالذات. لا لا ده للطيور والدواجن. الطيور والدواجن. ده لازم يكون في ملح وسكر، يكون الكميه قد بعض. حلو. وبحط لورا وليمون، وبحط عيدين القرنفل، وبحط القرفه. نقول تاني.
ملح وسكر الكميه قد بعضها. حلو تمام، علشان ما يبقاش فيه السكر طعمه مش باين. حلو، وبحط لورا وليمون. حلو، وبحط عيدان القرنفل والقرفه. حلو، ده مهم جدا بقى من ساعتين لاربع ساعات. ونلعب الطيور فيه او ده مهم جدا. لا اللحوم، لا اللحوم لا، الطيور بس. الطيور بس. السمك بقى مختلف لان هو ما بيستحملش. حلو، فانا بتعامل معاه بالميه بس. بس حل. طريقه التنظيف يا شيف مختلفه تماما. ليه بقى؟ يعني احنا النهارده عندنا شبار. الشبار. اتفضل. انا طبعا يعني بابايا معلمني شويه في طريقه ان انا اشتري السمك، فدايما بفتح الخياشيم. يعني دايما اشوفها مثلا هي، هل هي طبعا مش شال، هل هي حمراء او كده. الديل الملمس يعني بتاعت السمكه. تشتري الملمس بتاعت السمكه، هل هي مثلا ناعمه؟ القشور بتاعت السمكه لازم ان انا ما شاء الله اشيلها قبل التنظيف. بسم الله ما شاء الله، يعني سمكه زي الفل متنظفه وتمام. شاطر في حضرتك السمك يا دكتور. جدا. بحب جدا اكل السمك بكل انواعه. حلو، بكل انواعه. تسلم. فان شاء الله نعمل النهارده حاجه حلوه. انا دايما بقول للساده المشاهدين خمس علامات انك تشتري بهم السمك ايا كان بقى. بولتي العين، دينيس العين رقم واحد، تكون عين كده الخياشيم صافيه وزي الفل، تكون بتلمع بتلمع. الظهر السمك لازم ندوس عليه بصبعنا كده. اذا علم يبقى السمك مش طازه. بالظبط، معلمش يبقى السمك طازه. يعني معناته ايه؟ ان ظهر السمكه لما بيكون طازه وفريش صباعك ما بيعلمش مكان ما بتحط ايدك. اذا هي مجمده او مش فريش تلاقيها طريه. قشره السمكه ما تهرش بسرعه او ما تنزلش بسرعه. بالظبط، لو نزلت بسرعه لازم يبقى مش طازه، لازم بسكينه او باداه معينه. حلو، لكن لو كده وطلعت يبقى سمك بايت. مظبوط، دي مهمه جدا. نيجي بقى للي عمل السمك وعايزين ناكل وقت الاكل. اذا فص السمك ده ما طلعش مع الشوكه كده والسكينه وماسك نفسه يبقى السمك مش طازه. صح، لقيتيه مدهن مفتل يبقى مش طازه. يبقى بس الخمس علامات دولت طبعا من الدكتوره دينا، علشان برضو حضراتكم بنت بورسعيد ومحافظه بورسعيد بلد الابطال. ربنا يخليك يا شيف. مقادير سمك البلطي بالصياديه او بالدمعه او بالتخديعه او بالصلصه على الشاشه. سمك بشبار بلطي، معانا بصل ومعانا طماطم، معانا ملح وفلفل، والبهارات والحب بتاع الدكتوره دينا النهارده هو اللي هيتبل السمكه. انا هعمل كل حاجه وحضرتك اللي هتتبلها بايدك. تمام، خلاص اوكي. نشتغل في الرنجه. خلاص انا هبتدي بالرنجه وندردش مع بعض بقى. ماشي اوكي. استاذنك اجيب لك سكينه اهيت. اتفضلي مكان حضرتك نوت عشان هنا ايه في ايوه هو ده المخرج عايز المكان ده. ماشي، واحنا مع بعض كده. ماشي، اتفضل يا فندم. اتفضل. السؤال اللي دايما بنساله الساده المشاهدين وضيوفنا اللي بيجوا اللي بيشرفونا في البرنامج، بنتعزم ولا بنعزم؟ الدكتوره دينا فكري بتعزم في اول الشهر الكريم ولا بتتعزم؟ لا، في اول الشهر لازم ان انا اروح بورسعيد عند بابا. حلو، ونفطر معاه، خصوصا بعد يعني ده تقليد عندنا ان احنا لازم نفطر مع العيله كلها. بورسعيد. وطبعا العادات والتقاليد بتاعت بورسعيد حضرتك عارف، البطه والملوخيه والبطاطس. لا، اول يوم في رمضان لما بيجي رمضان يعني ويجي عارفين ان بكره رمضان، عارفه انك هتلاقي على السفره واحد اتنين تلاته من ايه؟ هل ملوخيه زي كالعاده، محاشي، سمك، بما انك انت بنت بورسعيد وهكذا؟ لا، اول يوم معروف في بورسعيد البطه. البط. البط لازم يعني اول يوم. بأي طريقه بقى يتعمل؟ البط لازم بالمرته، وهي على فكره ما اسمهاش مرته، عشان المرته اللي هي بتاعت السمنه. مظبوط، لكن هي اسمها المرته. وبتتعمل المرته اللي هي ايه يا دكتوره؟ اللي هي البصله بقى. البصله متقرمشه متقرمشه ومش بضربها في يعني ما بخليهاش ناعمه، لازم تبقى خشنه. حلو، وبحط عليها البهارات. حلو، وبتبلها بايدي كويس جدا، يعني لازم ادعك الخليط كويس جدا. حلو، وبعدين بعد كده زي ما قلت لحضرتك قبل كل اللي انا بعمله ده لازم اكون بعمل محلول النقع للبطه. حلو، اللي انا قلت عليه في الاول علشان اضمن ان البطه يعني مش فيها زفاره. بالظبط كده. حلو، وبعدين بعد كده بشوح البطه في مستكه وحبهان. حلو، وبعدين بحشيها بقى وبقفلها، ولما بتستوي بقى في الميه والبصله وبحط لها البهارات بتاعتها. وحضرتك بتشرحي الطريقه متمكنه، يعني عارفه يعني طريقه الشرح نفسها بتقول انك انت عملتيها اكتر من مره على طول. ودي حاجه حلوه.
يعني مش حافظه زي ما بيقولوا، لا فاهمه. هو انا يشف الاخت الكبيره، الاخت الكبيره في العيله. وانا كمان عندي مشكله، اتفضل، ان انا لما اكون في المطبخ ما بحبش حد يدخل معايا المطبخ خالص، ولا يساعدك ولا يساعدني ولا اولادك ولا ولا يحرك حاجه من مكانها. اي فعندي مشكله في النقطه دي. يعني حد مثلا حب يساعدك ويقف مثلا في عزومه؟ لا مفيش. يساعدني ان هو ما يبقاش معايا، ما يدخلش المطبخ. دي مساعدتك ليا انك انت ما تبقاش حشري، خش المطبخ. حلو، اي بالظبط كده، ان هو ما يبقاش معايا. حلو. طيب انا بعمل دلوقتي الصياديه بتاعت السمك البلطي. بحطيت بصلايه على النار، بتبلها بشويه. انا عايزه بصل. اتفضلي. بصل ده مطبخك واللي انت مش عايزاه انا اجيبه لحضرتك. شويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، الخلطه بتاعت الصياديه، ملح وفلفل. ايه رايك اساسا للصياديه مهم جدا الملح والفلفل والكمون. طبعا في ناس كتير بتحط بقى الكزبره والكركم، بس اساسي فيها الملح والفلفل والكمون. دول اساسي مع السمك. وبحب جدا طبعا حبهان ومستكه. يعني اساسي جدا في الخلطة مع السي فود. حلو. كمان جميل. في سلطه الطحينه لازم يبقى في مثلا، بحب جدا اكتر من البصل يا شيف، البصل الاخضر او الكرات. ده جميل البصل الاخضر في الاكل. بيدي كمان بيدي مع الرنجه يعني طعم تحفه. الدكتوره دينا بتميل اكتر للاكل الشرقي ولا الاكل الغربي؟ يعني مثلا هي من هواه الاكلات الشرقيه والتقليديه بتاعتنا، ملوخيه بقى والصياديه والكشك والحاجات دي، ولا تميل بقى للوايت صوص والصلصات؟ باكل كل حاجه، بس انا دايما بميل للاكلات اللي هي الخفيفه علشان شغلنا والدايت وكده. فبحب دايما المشويات او الخضار او الاسماك المشويه او الجمبري المشوي، الحاجات اللي هي، بس طبعا بعمل كل حاجه علشان خاطر البيت يعني. يعني حسب ما هم حابين. انت بتقدري تتعايشي، مش بتميلي قوي للاكل الغربي بما انك انت بنت بورسعيد بقى والخواجات والاجانب متواجدين دايما عندكم؟ دي نقطه مهمه جدا. حلو. ان احنا اساسا يعني احنا وانا في بورسعيد صغيره كان في كميه جاليات اجنبيه بقى، فرنسيين وطلاينه ويونانيين ومن قبرص. وكانت مدرستي بتاعه المات اللي هو الحساب كانت يونانية. حلو. فكانت مامتي بتيجي معايا الدرس. حلو. وبعد ما نخلص الدرس تقعد بقى ايه مع المدرسة تعرف منها الأكلات الشهيرة اليونانية. حلو. وتضيفها برضو في الأجندة بتاعتها وتسجلها. فكان في دايما طبعا عندهم حاجات مشهورة جدا غير السلطات طبعا. هم أكلهم على فكرة يا شيف قريب قوي من الاكل المصري. طبعا الاكل المصري ده هو القاعده الاساسيه. يعني عندهم تركب كل الاكلات التانيه. عندهم المسقعه وعندهم ورق العنب وعندهم السلطات بالزيتون. حلو. وكمان هم متميزين قوي بالبسكويت اللي هو مثلا بسكوت بالعسل او بسكوت باللوز مثلا. حلو. وكان رحمه الله عليها يعني كانت بتحب تعمل لنا كده حاجه كده اسمها جلات كوبوريكو. دي عباره يا شيف عن الجلاش. حلو. اللي احنا بنعمله بس بيتحط عليه بيض وفانيليا بطريقتها هي. واضح ان ماما رحمه الله عليها كانت شاطره جدا في المطبخ يا دكتوره دينا. جدا كانت بتهتم جدا بالمطبخ. حلو. وطلع لها طبعا دكتوره دينا فكري استاذه كمان في الجامعه واستاذه في المطبخ. ربنا يخليك دكتوره دينا. ممكن تطلعينا فاصل بعد اذنك؟ طيب خلينا دلوقتي نروح لفاصل سريع جدا عشان هنعمل احلى اكله مع اكله امي. استنونا. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعايا طبعا ضيفت النهارده المتعلقه دايما على شاشه القناه الاولى الدكتوره دينا فكري، دكتوراه في الاعلام. اهلا بيكي دكتوره دينا، منورانا. وحضرتك منور الدنيا. اشكرك. قالوا لي ان حضرتك شاطره جدا في الحلويات، واللي بيشهد بكده طبعا برضو ست بيت شاطره جدا طبعا، غير ان هي متعلقه طبعا على شاشه القناه الاولى طبعا انك انت بتاكليهم دايما الحلويات الجميله. و ايوه هو ده الاستاذه الهام طبعا. الهام قمر شاطره جدا في المطبخ ولها مذاق مميز في الاكلات بتاعتها. يعني هي الفكره بس الهام ما حدش يعني ينفع ينافسها خالص. يعني ولا في الحلو ولا في الاكل العادي. انا دوت اكلها بصراحه رهيب. واحنا بننتظر يا شيف بجد اليوم اللي بتعمل فيه اكل عشان بنخلصه. ميرسي يا الهام. طبعا انت عارفه بحبك قد ايه، بس احنا كان عندنا عزومه حضرتك كنت معانا. وانا عملت حلويات فعلا. لان انا فعلا يعني بحب اكتر اعمل حلويات وبحب اعمل الابديتنج، يعني اكون ايه ابديتنج جديد. فعملت حاجات جديده دايما.
دايما. عملت مكشكشه وعملنا كنافه شفت انا حاجات كانت جميله جدا، وعملت رز بلبن. حل. عملنا حاجات كتير يعني، لان العين كده خلينا مع الاستاذه. العين مهم جدا يا حنونه، وانت عارفه طيب كده معايا. انت مركزه في الرنج قوي على فكره. انت شوفي، انا عايزك تعملي تبدعي فيها بطريقتك. معاكي رنجه، معاكي فلفل ملون، معاكي بصل وجرجير. ميرسي يا حنونه حبيبتي، ثبتنا خلاص. ميرسي يا حنونه. بس عايزه اشوف الرنجه دي هتغرفيها ازاي. هي مستنيه، انا عارفه انها مستنياني يعني. دايما دايما بتستنى انا بعمل ايه. طيب ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. اتعزمتي في اول الشهر ولا ما اتعزمتيش لسه؟ لا اتعزمت، بس دايما انا بحب اعزم. تحبي تعزمي؟ لما بتحبي تتعزمي بقى، ايه الاكلات المفضله ليكي تعمليها لضيوفك يعني؟ بتعزمي. يعني شف، يعني حضرتك لمست سؤال مهم جدا. لان انا ما عنديش منيو خاص بيا. حلو. انا بشوف الناس اللي جايه لي عددها كام. حلو. وبتحب ايه؟ هل مثلا هم بيحبوا سمك؟ هل هم بيحبوا مثلا حمام؟ بط؟ لحوم؟ حلو. فده اللي بيحبوه طبعا هنعمله. فده طبعا مهم جدا بالنسبه لي، ان انا اعرف الضيف اللي جاي لي ده بيحب ايه. حلو. وبالتالي بطلع بقى الـ كل الحاجات السيرفيس الخاصه بالاكل اللي انا هعمله. حلو. وده مهم جدا. مهم جدا تسالي ضيوفك كمان هم حابين ايه، عشان يبقى الاكل على مزاجهم. انا بحب دايما يا شيف افاجئ. افاجئهم بحاجات انا عارفاها ان هم بيحبوها. ويكونوا مش متوقعين ان انا عامله الحاجه دي، يتفاجئوا بيها. بالظبط. ودي على فكره بتبقى زي ما حضرتك فاجئتيني النهارده بجد. والله اشكرك بجد. ربنا يخليك يا شيف. ربنا يخليك. السمك اللي هنا بيتحمر هنا اهوت، وبعد كده هننزله في الصياديه. احنا كده وصلنا خلاص. ده احنا خلصنا السمك كده. خلاص يعني هحطه في الصياديه. شوف انت اسرع مني برضه بعد كده. برضه معانا حضرتك اسرع مني برضه. لا العادات بقى البورسعيديه اللي احنا عارفينها، العادات الجميله وكرم البورسعيديه وابطال بورسعيد. العيد بقى اول يوم العيد، ايه الاكلات المفضله؟ يعني لو العيد طبعا فطر، طبعا الرنجه والفسيخ دول اساسي. ويمكن حضرتك عارف ان البورسعيديه ليهم عادات وتقاليد في الاكل مختلف عن المحافظات الثانيه. حلو. يعني عندنا مثلا شم النسيم، ده حاجه مختلفه تماما ما تشوفوش الا في بورسعيد. المنجاونه، ولازم نعمل المنجاونه، والمنجاونه دي بتبقى بالبيض الملون، ولازم ليها طرق معينه في العمايل. وهي بيسموها في فرنسا او في بعض الدول برياش، لكن هي اسمها البريوش. طبعا جبت البريوش معروف. اسمها المنجاونه. كمان عندنا طبعا المهرجانات بتاعه الليمبي قلت شويه. اللي هي العرايس اللي بتبقى موجوده. لكن هي قلت شويه عن زمان. طبعا بورسعيد متميزه بقى بالاسماك كلها واكلات السمك والحياه فيها. انت عارف بورسعيد بقى لها فتره كده ترند على السوشيال ميديا نتيجه الاهتمام بيها الحقيقه في الفتره الاخيره من القياده السياسيه. فالحقيقه بورسعيد شايفه طفره كبيره جدا. انا فرحانه بالبلد في كل المحافظات كمان على فكره. وانا سعيده جدا. وانا سعيده جدا ان هي عادت لرونقها تاني يعني. حلو قوي. طبعا وعندك الاسماك في بورسعيد كمان بتتميز بان هي عندك السمك بالذات له طبع خاص ومذاق خاص. لما نروح بورسعيد تاكليه هناك يعني، السمك ممكن تاكليه في اي مكان، السمك بس مختلف. بورسعيد له طعم تاني وطريقه كمان تقديمه يا شيف مختلفه. يعني يمكن في بورسعيد احنا متعودين ان في اسواق اسماك. لكن جنبها كمان في البازار. يعني البازار ده كان قديم من ايام الاجانب، وكان يعني بيتقدم فيه كل انواع الاسماك والخضار. بعد كده طبعا مول السمك الجديد. اللي فعلا يعني طفره، زي يعني حضرتك تدخله تحس ان انت داخل دوله اوروبيه. يعني اللي هو المول السمك. مول السمك ده عايز اقول لك، مول السمك دلوقتي بقى مول عالمي دلوقتي بعد اهتمام الدوله بيه. يعني بقى مزار يعني كل انواع الاسماك. الاجانب يروح ياخدوا هنا من القاهره، نروح نتسوق في غير الاول خالص. بالظبط. وبعدين طريقه عرض السمك، يعني تحس ان حضرتك عايز تدخل تشتري كل الاسماك اللي موجوده. طيب انا محتاجه بقى الطحينه. ايه رايك في الجو ده؟ لا رائع رائع، والريحه تجنن. عينيا
ريحة تسلم إيدك. دي صيادية؟ الريحة ريحة الجماعة في الاستوديو تجنن، احنا صايمين. ايوه شفتي ازاي كل ده بيتشال ونروق الدنيا. الليمون بعد كده. قولي لي بقى، ولادك بيحبوا يخشوا المطبخ يساعدوك يا دكتورة دينا؟ انا ولادك عندهم كام سنة؟ انا عندي زياد ثانوية عامة. واكيد هو بيتفرج دلوقتي على الحلقة دلوقتي. فبقول له يا زياد ادخل ذاكر. طب بعد زيكر. بعد الحلقة ما تخلص. ادخل ذاكر. يعني اديله بريك كده. ايوه. وعندي هيا تانية اعدادي. وهي شبهي النسخة المصغرة من دينا يعني. ربنا يخليها لك. بتحب المطبخ زي مامتها؟ جدا وبتساعدني بس في الاطار اللي انا سامحاه لها. يعني ايه؟ يعني مثلا في الوقت يعني انا بخاف جدا على حاجتي، بخاف حاجه تتكسر، حاجه تتغير في مكانها. فالحاجات بس اللي انا بقولها لها هي اللي تساعدني فيها. يعني الحاجه المعينه مثلا يعني تخش تعمل عجينه كريب مثلا، حاجات ممكن الخفيفه دي. تعمل بيض مقلي، بيض مسلوق، تعمل خشاف. احنا على فكره في بورسعيد اول حاجه في الفطار لازم الخشاف. خشاف بيتعمل ازاي؟ بحط بقى اللي موجود، قراصيا، مشمشيه، البلح، الزبيب. بس بقى بنحط حاجه عليها كمان، بنحط الجوز الهند، وبنحط بحط شريحه كده قمر الدين عليه، بتديه مزازه كده. ولازم يكون ساقع يعني، لازم يتقل على الخشاف. قمر الدين مفكوك يعني. لازم يعني اقطع حته من اللفه. حلو. شفت المعلقه دي؟ معلقه دي ايه؟ معلقه زبده كده. انت حطيت ايه؟ ميه دلوقتي. ده زبده حضرتك؟ خلاص. زبده. قولي بقى يعني التركايه، عشان انا عارفه التركايه اللي في الاخر دي بتفرق في الطعم. بصي انا عايز الصينيه دي تتحمر من غير ما تتحرق، يعني تاخد لون. والسمك تقريبا خلاص ثلاث ارباع سوا، بيعوم بعد كده في الصياديه بتاعته. تمام. عارفه ليه سموها صياديه؟ عشان السماك وهو بيصطاد بيبقى هو في السفينة أو في المركب، فبيعمل بالبصل والثوم اللي موجود معايا يعني. إمكانياته هو على المركب بالزبط. البصل والثوم والطماطم دي إمكانياته، المخزون بتاعه، زائد رزقه من البحر بالظبط على حسب ما يطلع. عشان كده سموها صيادية على طريقة الصياد. بس احنا بنطورها بقى، نحط لها جزر، شوية حاجات حبيش زي ما حضرتك بتقولي يعني. دي خلاص هتخش الفرن على كده. وعملنا الرز الصيادية، البصلية اتحمرت زي الفل ونزل عليها الرز بشويه الكمون وشويه الكزبره. بقى عندنا الكنافه. هنعمل كنافه. طيب انا محتاجه بس للسلطه محتاجه طحينه. تمام. كنافه هنعملها بايه؟ نعملها بالبلح. ايوه احنا هنعمل كنافه دلوقتي بالتمر. التمر ده لازم يتحضر قبل ما نحطه على الكنافه. وسلطه الرنجة هنشوف ايه التفاصيل بتاعتها، بس بعد حضرتك ما تطلعينا الفاصل الجميل بتاعك. طيب خلينا نروح لفاصل بس، ارجوكم نرجع بسرعه عشان هعمل لكم كنافه. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. فعلا طبق السلطه فيه لمسه فنيه جماليه تنسيقيه، بما انك منسقه زهور عندك لمسه فنيه في غرف الاطباق وتهتمي بالبرزنتيشن. وبحب الالوان. دكتوراه في كل حاجه. ربنا يخليك. بحب الالوان بالزبط. ودكتوراه في الحلويات بالظبط، زي ما قال طبعا الاستاذه الهام. يعني ربنا يخليك يا شهاده من الاصدقاء انك كنت شاطره جدا في انا بحب الحلويات. وامبارح بالصدفه عملت، واضح ان انت يعني مشبعاهم حلويات. عملت امبارح كنافه بالبلح، وانا والله ما اعرفش ان النهارده كان كنافه بالبلح. طبعا احنا معانا اهوت التمر اللي هو اللي زي العجوه طري وزي الفل، ومعانا ميه زهر، ومعانا سمنه. سر الكنافه في السمنه بتاعتها. طبعا طالما هنشتغل في الحلويات يا دكتوره، نغير الجلافز. بنغير كل حاجه. نغير الجلافزات، ونغير البلانشه، ونغير السكينه، ونغير المطبخ كله عشان الزفاره. هو ده. ايه رايك نجيب الصينيه الحلوه دي كده، وزي ما عملتيها في البيت تعملها لنا دي؟ هو احنا بنعملها بكذا طريقه. ومقادير الكنافه على الشاشه. كنافه. أوكي. تمر او عجوه، ما ننساش طبعا السمنه البلد الحلوه اللي هي اساس الكنافه. دايما اللي بيتحكم في سعر الكنافه حاجتين: التوبنج بتاعها اللي هي الحشوه، اذا كان مانجا، اذا كان تمر، اذا كان مكسرات، والسمنه نوعيتها ايه. معايا دكتوره في الكلام ده؟ طبعا. يعني أنا بتلاقي كيلو كنافه مثلا في مكان بيعمل مبلغ وقدره، في مكان تاني بيعمل مبلغ وقدره. مش هنقول ارقام عشان ما حدش يقول الشيف بيالف. انا بحب جدا يا شيف اشتغل بالسمنه البلدي. يعني السمنه البلدي دي هي الاساس في الحلويات. حلو. وبعمل كل ما كانت السمنه غاليه والمنتج جيد تطلع يعني، وطعمها بيبقى جوسي قوي. حلو. طبعا انا طلباتك ايه يا ست الكل؟
انا كده اوكي احنا معانا كده بلح. انا محتاجه، انا ممكن اعملها بلح بس وممكن اعملها بمكسرات. حلو. يعني عملتها امبارح بالصدفه البحته، عملتها بالقرفه وحلو القرفه مع التمر حلو قوي، وعملتها بعين الجمل. تمام، وخلطتهم مع بعض. طيب احنا عايزين نعملها النهارده بالقرفه والتمر، ومعانا الكنافه ومعانا السمنه البلدي. طيب اوكي، هدي احنا معانا. اسمحي لي احط لحضرتك السمنه هنا. اوكي، هي فيها سمنه. شوفوا بقى صينيه الكنافه من ايد الدكتوره دينا فكري. نعم، الدكتوراه في الاعلام ودكتوراه في المطبخ كمان. تحب المعلقه دي للسمنه؟ اوكي، عشان احط ديها. طب اجيب لك واحده صغيره شويه. اوكي يلا. طبعا اهم حاجه في الكنافه ان هي تكون مبيته في الفريزر، علشان لما اجي اطلعها اقدر ان انا اضربها في الكفه في الكبه فتكون حلو. المقادير يا شباب للكنافه شفناها مع بعض. طب نبص على الرز الجميل الحلو ده كده، التركية الاخيره شويه زبيب شويه جزر. ايه رايك يا دكتوره في الموضوع الرز الصياديه ياخد زبيب وجزر؟ تسلم ايدك. ده اختراع من الشيف المغازي. ده حاجه جديده، بعلامه الشيف مغازي. زي الزبيب كده في المسقعه، اكلتها من ايد الاستاذه ايلام. الزبيب في المسقعات الباذنجان. هبه حسين. انا كمان عايزه ده الرز الصياديه، جزره ناعمه مبشوره، شويه زبيب شغل البرياني. عايزه بسالك انا بقى، وبصل وتوم اهو زي الفل، وهنغطي دول كلهم مع بعضيهم. انا بقى عايزه اسالك يا شيف حاجه، يعني دلوقتي انا عارفه عندك برضو معلومات، يعني مش بس انت اللي تعرف عني معلومات، ده انا تحت امرك. عارفه عندك معلومات كتير. ايوه، وعارفه ان حضرتك سافرت. اكيد الاستاذه مي مش سايبانك. لا والله، انا سرشت لوحدي. ايوه، انا عايزه اعرف بقى، انت حضرتك رحت اسيا وافريقيا وبلاد سافرت غريبه، سافرت العالم كله بحكم شغلي يعني. وطبعا انت عارف ان الاكل فيهم مختلف تماما طبعاً عن الاكل كل المصري. كل بلد بتتميز بحاجه معينه. طيب، المطبخ واحد بس في مكونات بتبقى صعبه جدا ان احنا نتعامل معاها. يعني مثلا في فرنسا ممكن يبقى في شوربه الضفادع اللي هي شوربه الجرونوي، او شوربه البصل، او مثلا لحم الخيل او ايا كان. يعني ازاي بقى بتقدر ان انت تتعامل كشيف مع الاكل ده وتطبخه؟ كشيف يبقى يلزم عليا واجباري ان انا ادرس ثقافه المطبخ لكل بلد عشان اقدر اتعامل معاهم، لان الاكل هو لغه العالم في المعامله. مش اللغه بجد، ولا انت ممكن تعرفي لغه البلد دي في الاكل هتعيشي فيها وتبقى زي الفل. ممكن باللغه تستغني عنها باي حاجه، باشاره، بالممارسه، بالنطق، صح. انما الاكل بالذات كل بلد ولها ثقافتها. بالظبط، مظبوط. فعندك مثلا لو رحنا على الصين هتلاقي المطبخ عباره عن صويا صوص وزيت سمسم وشويه التوابل بتاعتهم البسيطه السهله. انا عايزه بس اقول لك انا بعمل ايه. انا دلوقتي بحط السمنه. حلو. ولازم بيبقى معايا طبعا ادواتي في البيت. ولازم كمان تكون واصله للاطراف. انا عايز الدكتوره دينا تعمل الكنافه بطريقتها، هي لسه عاملاها امبارح. يعني لسه في راسها في ذهنها، ما نسيتهاش. ده بالصدفه والله. ايه رايك اغرف الرز الصياديه؟ زي الفل. نعمل له برزنتيشن كده. ايوه، الرز الصياديه وتغرفه انا هنا على حضرتك. ايه انا قصدي يا شيف، لما تكون حضرتك في اسيا او افريقيا، حلو، ممكن تلاقي مكونات الاكل احنا مش بناكلها اصلا. بص هقول لك يعني حضرتك على حاجه، بتتعامل ازاي؟ بتتعامل انت قصدك تقصد ان ازاي ناكل الاكل بتاعهم؟ يعني ما في حاجات كتيره يعني. لا احنا مش هناكل، مش هنروح ان احنا ناكل بقى الحاجات اللي هي ممنوعه. دي صعب يعني. يعني مثلا الضفادع دي، اي نعم، هي اكله لطيفه جميله، نعم، بتتعمل شوربه، بتتعمل زي السمك برضو بالليمون. اساسي فيها لازم الليمون ودبس الرمان. عندك الفرنسيين مشهورين بشوربه البصل الجميله حلوه، لازم تاخد البصل الكرمل مع التوست والجبنه. ولازم يتعمل لها الخبزه بتاعتها، يعني دايما المطبخ الفرنسي والمطعم الفرنسي يقدمها كده. تمام. هنا في بعض المطاعم بقى يعني بيكسلوا يعملوا اللقمه دي، مع ان هي تكلفتها قليله جدا، بس هي دي علامه المطبخ الفرنسي. شفت الرز الصياديه ده كده اهوت. تسلم ايدك. خد الجزره وخد الزبيب. وسرفيس جميل زي الفل. اسالك بقى سؤال. اتفضل. لما تكون عازم ناس في رمضان، وخصوصا في العيله، سواء عيله المدام او عيله حضرتك، اتفضل، مين اللي بيطبخ؟ هو انت ده ولا المدام ولا شيرنج ولا ايه اللي بيحصل بالظبط يعني في المطبخ؟ يعني والصراحه المدام بتقوم بدور كبير، انا بقوم بدور الفينش الاخير، يعني لو اذا كان في عزومه. اللي هو الطبيعه العزومه دي بيبقى الاهل يعني. سواء من هنا او سواء من ناحيه الزوجه او من الزوجه، لازم احنا نساعد بعضينا. لان لازم السفره تكون مكتمله بترضي الصغير والكبير طبعا، وفي نفس الوقت يكون برضو كل الحاجات اللي هم حابينها موجوده على السفره.
شفت البرزنتيشن بتاع الرز ده كده؟ اه يا سلام بقى لو شويه خضره كده في النص. عندنا مثلا عود روزميري، عندنا مثلا عود نعناع حلو، عود نعناع يدي منظر. انا عارف حضرتك مهتمه جدا بالبرزنتيشن. بالظبط جدا. وايه حكايه تلصيق الزهور مع حضرتك بقى؟ احنا كنا في البومباستور، انا كنت في مدرسه فرنساوي، فكان عندنا حصه بنعمل حاجات ريسايكل، يعني مثلا حاجه ملهاش لازمه لازم تكون نظبطها نخليها حاجه ليها لازمه يعني. وتعلمت منها تنسيق الزهور، فاي مكان فيه ورد او راح اشتري مثلا ورد من اي حته لازم انا اتدخل في التنسيق واتدخل في الورد او انا اللي عاملها يعني. يعني لازم تحط بصمه حضرتك؟ لا واتدخل بايدي. حلو. يعني لازم يكون معايا جلافس ومعايا حاجتي ومعايا الادوات اللي بتقطع الورد. حلو. وانا اعملها. فسهل جدا ان انا اعمل يا اما الورد الصناعي او الورد الطبيعي، اعمله في بوكيهات او اعمله في. شفت سريه السمك الحلوه دي؟ تسلم ايدك وريحتها تحفه. ليه دي صورني معاها يا فاروق بالله عليك؟ طبعا شفت السمك البلطي من خير مزارعنا في قلب الصينيه بيتكلم مصر. خلصنا اهو سمكه سمكه، والبصلايه مع التومه مع الكرفس مع الشبت مع التفاصيل. وجود الدكتوره طبعا دينا فكر النهارده اللي منوراني في الاستوديو خلت السمك يعني بيضحك. هو البلطي او الشبار احنا كل حاجة بنحبه، البورسعيديه بتحبه جدا. وتسلم ايدك والخلطه رائعه. وطبعا ايوه كنت لسه انا هادي ايدي. اتفضل. ايوه احب انا البصمه دي بتاعت حضرتك عليها زي الفل. واحب كمان يا شيف لو في مثلا شرايح ليمون، شرايح اورنج مثلا، لو في مثلا طماطم الشاري تتحط بتدي منظر. لكن حضرتك يعني لا يعلى عليك والاكل يعني. والكنافه بتجنن. الكنافه طبعا انا بحب كمان احط عليها سكر باودر عشان تتحمر بسرعه. دي يا اخوانا يعني الساده المشاهدين لازم تعرفوا بشهاده من شيف شاطره جدا في المطبخ، قالت كذا تركايه كده وانا شغال. اولهم طبعا لما قالت سموها صياديه ليه؟ عرفت ان هي دارسه مطبخ صح دكتوراه. لما قالت التركايه بتاعت السكر الباودر على الكنافه عشان تتحمر بسرعه وتتكرمل دي دكتوراه. طبعا انت حضرتك مبسوطه كده وانا بطلع ليه بفرز المواضيع دي كلها. يعني انا كنت حابه ان الناس تشوفنا على طبيعتنا، ومش انا بس، لا كل زمايلي اللي حضروا معاك البرنامج. وهي الحقيقه الفكره، ايه حضرتك فكره البرنامج؟ فكره رائعه. ويعني انا قبل ما اختم البرنامج طبعا انا بتوجه بالشكر لحضرتك وكل القائمين على البرنامج والجيش اللي ورا الكاميرا من فريق اعداد وبرودكشن. ميرسي جدا ليكم بجد، اسعدتونا. وفعلا يعني خليتوا الناس تشوفنا بطبيعتنا وبتلقائيتنا بعيد جدا عن شكلنا الحازم في الاخبار اللي بتتطلبه المهنه يعني. مظبوط. واللي بتتطلبه منك انك انت لازم تكوني في المكانه دي. طبعا اشكر حضرتك النهارده، نختم بقى نورتيني. احنا رؤيه وفن وابداع واكله امي ومش في اي حته. منين يا عم الشيف؟ من مزبيره.